في موقف يعني أنا أستذكر هذه المواقف يعني لأنها يعني تهم كثيرين لما يسمعون تجربة إعلامي زامل وعاصر كثير من المسؤولين والأحداث في المملكة العربية السعودية. أيضا لك مواقف مع الأمير نايف بن عبد العزيز الله يرحمه، وخصوصا تحديدا الموقف اللي كان اللقاء أجريته مع الأمير سلطان بن عبد العزيز، وكان طالع هو في الطيارة الأمير نايف كان يودعه وانت دخلت الطيارة تلحق تبي تاخذ الشريط. كان الأمير سلطان الله يرحمه في سفرة علاجية، ودخلت على طول خدت الميكروفون حق المصور حق الأمير اللي طالع معه على الطيارة. انت ما كانت معك ما كان معي كاميرا، وطرحت سؤال والأمير جاوب، وطبعا الشريط على الكاميرا اللي مع الأمير، فالكاميرا راحت سبقت الأمير للطيارة، فاضطريت أدخل وراهم عشان أخذ الشريط. طبعا كان المطار جدة في تيوب كذا صغير يوصل للطيارة، المصور عارف أني أدور الشريط خرج أعطاني إياه، وجيت راجع للأمير راجع من وداع الأمير سلطان في نفس التيوب الصغير هذا، فوخرت عن الأمير. يوم وصل قدامي قال ناصر الدعجاني MBC جدة. أنا أعتقد أنه اللي يسمع الكلام هذا يمكن ما يصدقه، لكن هذا والله اللي حصل. فطبعا أنا الحقيقة ما عرفت إيش أقول، ها؟ قدم شوي وناداني قال لي أنت دعجاني من وين؟ قلت له طال عمرك أنا غامدي. قال لي طيب وراك تقول الدعجاني؟ قول الدعجاني الدعجاني. شوف يا أخي لأي درجة التواضع واللطف في قضية شخصية بحتة. أنا واحد بعدين من أخويا الأمير يوم شافني قعدت الحقيقة يعني في حالة ذهول، فواحد من أخويا الأمير قال لي ترى لا تستغرب يا ناصر أنه الأمير نايف عاش مع دعاجين في القصر عنده، وبالتالي يعني هو يسألك عشان كذا وعارف حتى في هذه التفاصيل، يعني عارف التفاصيل هذه، وقال لي أنت من دعاجين غامد عارف التفاصيل هذه تماما. فسبحان الله يعني هذول المسؤولين يا أخي فيهم من الشمولية من